يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه في 10 الصبح في الاهلي. زي ما نهاوند ابتدت مع حضراتكم في بدايه حلقه النهارده وعرفتنا ان الفقره الاولى الحواريه في حلقه النهارده هنتكلم من خلالها عن موضوع في منتهى الاهميه ليه علاقه بالمفاهيم الخاطئه في الانظمه الغذائيه. كل فتره والتانيه بنسمع عن نظام غذائي ما في ناس بتنصح بعض بيه دون الرجوع لطبيب مختص. فطبعا دي من ضمن مجموعه كبيره من النقاط المهمه اللي هنتكلم فيها فقرتنا دي بحضور الدكتوره ريهام العراقي اخصائيه التغذيه. صباح الفل عليك. صباح الفل يا استاذ كريم، منوره. بونجور. صباح الخير ونورانا. وانا عندي بدايه كده قبل ما نخش على التفاصيل سؤال عشان نفرق ما بين النظام الغذائي اللي هو الناس عايزه تفقد وزن، وفي نظام تاني عشان لو حد عايز يزيد. لان في ناس طبيعه جسمها الحرق زياده وجسمها مهما كل ما بيخليش الفاتس موجوده او بيخزنها، بيحرق. خلينا نفهم الاول طبيعه الفرق بينهم وبعد كده نخش بقى على الأنظمة. طيب، هي القصة كلها في انه النظام بيتعمل على حسب الحالة بتاعت الشخص نفسه. يعني احنا كلنا كبشر لازم نمشي على نظام غذائي صحي. اللي احنا طول الوقت بنتكلم في ان احنا ما عندناش مقليات، ما فيش جانك فود، ما فيش سكر ابيض ودقيق ابيض، لازم انام كويس واشرب ميه كويس واعمل مجهود واكل اكل صحي وفي خضار وفاكهه. ده مدى الحياه ده ولا الفتره يعني ونرجع ده 10 ايام. ما هي دي بقى الفكره. انت عارف الناس بتبوظ الدايت ليه؟ عشان هي بتبقى فاهمة ان الموضوع ده المفروض ان هي تمشي عليه وقت معين لحد ما توصل للنتيجة. سواء اللي عايز يخس بيعمل كده فوانس ان هو خس بيرجع يدخن تاني، او اللي عايز يزيد بيجي على نفسه شوية وينفذ برضو التعليمات دي لحد ما بيوصل للنتيجة وبعد كده يرجع يخس بالزبط. تاني يقولي هو انا ليه رجعت خسيت او رجعت اتخنت. هي الفكرة كلها بتبقى معتمدة على السعرات اللي محتاجة تخشلي عشان توصلني للهدف بتاعي. انا دلوقتي لو انا عايز اخس المفروض ان انا الدايت بتاعي غير ان هو بيبقى صحي بيبقى محسوب بقى السعرات بتاعته. انا بعمل حاجه اسمها ان بادي اللي هو الجهاز بتاع قياس الدهون والعضلات والميه في الجسم. ده بيبين لي جسمي فيه قد ايه عضلات، انا محتاجه اخس ولا ازيد دهون، الحرق بتاعي اصلا عامل ازاي. اللي على اساسه ببتدي اشوف الشخص ده هدفه ايه، المجهود اللي هو بيعمله ايه، الحرق بتاعه عامل ازاي، عضلاته عامله ازاي، عشان احدد هو السعرات اللي هو محتاجها في اليوم، بس اللي هو محتاجها عشان يعيش عشان يعمل اي اكتيفيتي. احنا لسه ما اتكلمناش بقى لا في تخن ولا في زياده. بس هي بتتراوح بين كام يعني النورمال؟ مش 1500 تقريبا اللي ما ينفعش يقل عنهم. بالنسبه للبنات 1200 وبالنسبه للرجاله 1500، دي ستاندرد السعرات اللي هم ما ينفعش يقلوا عنها ايا كان الهدف. ولو قالوا يحصل ايه؟ لو قال له بقى يحصل ايه؟ اول حاجه بيحصل المشاكل اللي هم بيقابلوها. احنا هنتكلم اكتريه الناس اللي هي بتخس، المشاكل اللي بيقابلوها في انه الحرق بتاعها بيقف او بتلاقي بعد فتره ان هي ثابته وتقول ده انا بعمل دايت وحاسه ان انا ثبت في الوزن. الوزن بتاعها مش بس بينزل دهون، لا ده بينزل دهون وعضلات وميه، وده بيأثر على الشكل بتاع الجسم وبيأثر على القوه بتاعه الجسم نفسه وبيأثر برده على الحرق، لان العضل ده هو اللي مسؤول عن الحرق بتاعي وهو اللي بيظبط شكل جسمي. اغلب الناس اللي بتخس بدايت قاسي بتلاقي بقى عندها ترهلات كتير قوي في جسمها. بسبب ايه؟ بسبب ان هي مش بتخسر دهون بس، لا دي بتخسر دهون وعضلات وميه، وده غلط. احنا عايزين يبقى الصافي اللي بيخس بس الدهون. غير كده نقص الفيتامينات، الانيميا والامراض بتاعه المناعه اللي بتحصل. اغلب البنات بتشتكي من المشاكل اللي بتحصل لها، وشها بيخس قوي، شعرها بيقع كتير، بتلاقي ضوافرها بتتكسر، بتعيا كتير قوي ومش عارفه ده بسبب ايه. ده كل ده بسبب الانظمه القاسيه اللي هي اما السعرات بتاعتها اقل من المعدل الطبيعي اللي احنا بنتكلم فيه، او ان هي فيها سعرات بس شايلين عناصر معينه من الاكل. العناصر دي مهمه جدا سواء للطاقه سواء للنمو سواء للحرق سواء للصحه العامه. حلو، ده بالنسبه للناس اللي عايزه تخس. طب بالنسبه اللي زي حالاتي اللي عايزه تزيد. بالمناسبه لما مثلا لو افترضنا ان حد مننا راح لطبيب متخصص زي حضرتك وكتبت له على نظام غذائي معين، غالبا هو ما عندوش الشهيه ولا القدره على الاكل اللي مكتوب في الورقه ده. دي حقيقة. لان هو لو يقدر يعمل ده ما كان عمله من الاول. صح. فبتبقى مشكله كمان في حته الشهيه او الشعور السريع بالامتلاء من اقل كميه اكل ممكن الواحد يتناوله. في طرق بقى احنا بنعملها عشان الشهيه تتفتح بصوره طبيعيه. زي. لانه في ناس بتلجأ برضو للأدوية بتاعة فتح الشهية. طبعا. احنا بس عايزين ننوه ان الأدوية دي كلها بتشتغل على الجهاز العصبي. يعني هي فكرتها كلها ان هي بتخليني اكل وانام،
فانا بيبقى معتمد ان انا بخزن. احنا هنعوز ايه احنا بكده يا دكتور؟ ما هو ده غلط، اي حاجه بتشتغل على الجهاز العصبي سواء للتخسيس او للزياده. حتى كمان اثناء القياده ممكن الواحد يبقى يعني دايخ وكده. طبعا ممكن تعمل بتعمل مضاعفات كتير. لكن احنا نقدر نفتح الشهيه بتاعتنا بصوره طبيعيه. اول حاجه فيهم ان احنا بس نحط مواعيد للوجبات بتاعتنا. انا لما ببقى جسمي بيتعود ان انا بفطر مثلا، فلما بصحى من النوم بفوت وجبه الفطار بلاقي نفسي جعان وعايز اكل. اوكي. لما انا بحط ميعاد معين للوجبه واجي افوته بعديها، جسمي بيقول لي لا ده انت محتاج تاكل، فانا بفتكر ان انا جعان فبقدر اكل. فاهم حاجه ان انا افطر، واهم حاجه ان انا احط مواعيد للوجبات بتاعتي. تاني حاجه بقى انه الناس اللي عايزه تزيد مش بتعرف تاكل كميات كبيره. صحيح. فاحسن طريقه ليهم ان هم يخلوا الكميات صغيره ويزودوا عدد الوجبات. أوكي. عشان يقدر يوصل بالاحتياج، لان الناس اللي عايزه تزيد بتزود على سعراتها اللي هي محتاجاها من 500 ل 700، وساعات بيوصلوا ل 1000 سعر. يعني بتلاقي مثلا ان في ناس ممكن تاخد 3000 سعر. 3000 سعر دول يعني 6 وجبات متكاملين كبار. فهو مش هيقدر يعمل ده. فاحنا بنبتدي بواحده واحده، تبتدي تقلل الكميات بس تزود الفترات. ما تاكلش وتشرب الاثنين مع بعض. في ناس بتبقى عايزه تبلع، وفي ناس اللي هو مش انتوا بتقولوا لنا اشربوا ميه في الهيلثي لايف ستايل ده، فهشرب ميه قبل الوجبه. ده غلط تماما. لا اشرب ميه قبل الوجبه ولا في نص الوجبه عشان ما اشبعش. بس ده صحي. يعني الميه في نص الاكل مش بتعمل كرش ولا حاجه. ده صحي بالعكس، هي بتساعد على الهضم. بس احنا بنتكلم لو انت مش عايز تقفل الشهيه بتاعتك وعايز تفتحها وتاكل الوجبه بتاعتك. الميه بعد الاكل. الميه بعد الاكل، لا تشربها قبل الوجبه ولا تشربها في نص الوجبه. سناكس بقى معتمده على سكريات طبيعيه كتير بقى، لان السكر الطبيعي بيجوع. باخد مثلا فاكهه، باخد درايت فروت، بشرب العصير، مع ان ده مش صحي لان انا باخد السكر بس اللي فيه. بس في الحاله دي الاحسن كتير ان انا بدل ما اخد الفاكهه عشان فيها الياف وفيها سكر، فالالياف بتشبع، فلا انا اخد السكر بتاعها عشان ابقى زودت سعراته وفي نفس الوقت واخد سكر طبيعي. بس ده للناس اللي عايزه تزيد بس، بلاش للناس اللي عايزه تخس. السناكس ممكن تبقى لوز ني عشان تخسي طبعا. بقى كنا لسه لا، حتى الناس اللي عايزه تدخل، ما المكسرات برده فيها سعرات. لا كده بقى توه بس يبقى لا الفطار بتاعها ضرب كده. انت كده ضربت لها الفطار. ده انا باجي بلوز ني عشان بعد ما اخلص الهواء اكل شويه منه عشان ما جوعش. يعني عارفه لما بنيجي مثلا نعمل نظام لناس عايزه تزيد، واجي اقول لهم مثلا ايه هتاكلوا براون توست، توست اسمر، تقول لي ايه ده ازاي اكل توست اسمر؟ مش ده بتاع الناس اللي عايزه تخس؟ او مثلا اروح للناس اللي عايزه تخس اقول لها انت هتاكلي شوفان، تقول لي مش الشوفان ده بتاع الناس اللي عايزه تتخن؟ هو مفيش حاجه اسمها بتاع اللي عايز يخس وبتاع اللي عايز يتخن. هي ده الصحي اللي احنا بنتكلم فيه من الاول. من اول ما بدانا ان هو ده الاكل الصحي اللي انا المفروض ان انا استعمله. حتى التونه في ناس بتاخدها عشان تخس وناس بتاخدها عشان تزيد. بالظبط. اللي بيفرق هنا ايه؟ السعرات. انت واخده سعرات اقل من سعراتك يعني عشان كميات تخس. الموضوع كله على الكميات. على الكميات. لكن طريقه الاكل احنا كلنا بننصح بالطريقه الصحيه اللي هي ما فيهاش سكر ابيض ولا فيها دقيق ابيض. لانه في ناس كتير بتبقى فاهمه انه انا لما عايز اتخن اكل بقى شوكليت براحتي واكل جنك فود براحتي وفرايز ومش عارف حاجات عامله ازاي. ما انا براحتي بقى انا بزيد. لا، ما هو احنا بنقيس الاول تاثير الاكل ده على جسمي عامل ازاي، عشان كل حاجه بتخش سواء صحيه بتفيدني سواء يعني غير صحيه بتضر جسمي. مش معتمده بس على السعرات بتاعتي. الحاجه الثانيه انه كمان انت استفادتك منها هتبقى عامله ازاي في السعرات بتاعتك. افرض انت محتاج كذا في الميه بروتين، كذا في الميه كربوهيدرات، كذا في الميه فات، انت بتاخد مثلا 100% كلهم بس سكر. طب ما انت مش هتستفيد، جسمك مش هيكبر، مش هيبني، مش هيبقى عندك مثلا عضلات. فالمهم طريقه الاكل وانا توزيعه الاكل في السعرات بتاعتي باكلها ازاي. واضح كده من كلام حضرتك ان يعني يفضل لاي حد سواء عايز يزيد او عايز يخس ان هو يلجا لمختص. لازم. مش مع نفسه كده يفترض زي ما حضرتك بتقولي ان فعلا اللي عايز يزيد فاكر انه هياكل اي حاجه وخلاص، فده كلام مش طبعا. بالمناسبه في الفتره الاخيره يعني بقى في كلام كتير عن الكيتو دايت وعن الكاربلس دايت وشويه مسميات كده، صيام المتقطع. الى اي درجه نفعهم اكتر من ضررهم؟ والى اي درجه الناس ممكن تنصح بعض بيهم بشكل مباشر برضو دون الرجوع لمختص؟ طيب، هو ما فيش حاجه فيهم. يعني لو هنتكلم مثلا على صيام متقطع وكيتو او اللو كارب،
ما فيش حاجه نقدر نقول ان هي مفيده لشخص او مضره غير لما اعرف حاله الشخص نفسه عامله ازاي. يعني هو الدايت اللي الشخص هيعمله لازم الاول يكون مناسب للحاله الصحيه بتاعته. ما اجيش مثلا اعمل نظام نباتي وانا عندي انيميا، لانه مثلا اغلب الحديد موجود في البروتين الحيواني. فانا شخص عندي انيميا هروح هعمل نظام نباتي وهقول انا هعتمد على المكملات، لا دي مكملات يعني بتعوض اللي انا مش باخده من الاكل. بس لازم اكون باكل. ما ينفعش مثلا ابقى انا عندي كوليسترول وعندي دهون ثلاثيه واروح اعمل كيتو دايت بالطريقه اللي المصريين بيعملوها، لانه برضو كيتو دايت احنا اخترعنا نظام لوحدنا. ها هو يا جماعه يعني هنقول ايه؟ هو 70% منه معتمده على الدهون، اغلبيتها دهون صحيه. احنا ما بنعملش كده، لا احنا بنزود دهون. سمنه بلدي في الكيتو احنا بنحط، ما هي السمنة البلدي من الدهون المشبعة هي صحية بس عند ليفل معين أو عند كمية معينة، لكن مش أفضل طول النهار عمال باكل سمنة بلدي. لا أكل مكسرات ماشي، لكن ما كنت سمنة بلدي وأقول ده صحي. فلازم أدرس الحالة بتاعت الشخص نفسه، الحالة الصحية هل الدايت ده مناسب ليها ولا لا. لازم أصلا أشوف هو يقدر هو يكمل عليه ولا لا. ما هو أنا لو انا دلوقتي شايف ان الصيام متقطع بيعمل نتائج مع كل الناس، بس انا واحده مش هينفع اصوم 16 ساعه دول. ده انا منهم، انا ما اقدرش بصراحه. هو 16 ساعه عشان يبقى افكتيف لازم يبقى اكتر من 14 ساعه، عشان هرمون الانسولين بيبقى في اقل معدلاته والهرمون بيبقى عالي. لا قاسي قوي ده. ففي ناس ما تقدرش وفي ناس عادي الموضوع عندها فلكسبل جدا، وبالعكس ده بيسهل لها اصلا طريقه الاكل بتاعتها. فان هو هيبقى مناسب لللايف ستايل بتاعك يعني ولا كل لا، كل واحد وظروفه نقدر طبعا يعني. اخر حاجه بقى جربه في الاول، جاب معاك نتيجه يبقى هو مناسب ليك بعد ما تشوف حالتك واللايف ستايل بتاعك. ما جابش معاك نتيجه خلاص هو مش بالضروره، لان انظمه الدايت مختلفه ومختلفه على حسب برضو الناس هو هينفع مع ده ولا مش هينفع مع ده. ناس كتير بتبقى واخده نفس الدايت، القرايب بالذات او البنات، واحده وصاحبتها واحده واختها. احنا على طول بص هديك دايت هايل بالظبط، انا خسيت عليه 10 كيلو في الشهر. ده احنا بنعمل كده في الادويه، مش هنعمل كده في الدايت. صحيح. فتقعد تمشي على الدايت انا مش عارفه اخس، انا مش لاقيه نتيجه. اشمعنى عشان ده مش مناسب ليكي، على حسب العوامل اللي احنا اتكلمنا فيها دلوقتي. تمام. في بقى نقطة مهمة جدا، وهي مش الأدوية بتاعت ان هم يفتحوا الشهية يعني، لا ان انت بقى تسدي نفسك. وبصراحة يعني انا جربتها الأسبوع اللي فات. كنت صريحة معاكي بجد، انا بناخد بيل منهم قبل الفطار وبفطر، بقعد لغاية الساعة مثلا 7 بالليل، لو انا فطرت 9 الصبح لغاية 7 بالليل انا مش جعانة. بس انا اكتشفت ان ده مش بيخسس. ليه بقى؟ لان جسمك ما بيدخلوش حاجة، ده اللي انا فهمته. المفروض الجسم ذكي فبيخزن مش بيحرق، صح كده؟ بالظبط كده. برافو عليكي، وانت عارفه كل حاجه. يعني بس خدتها يعني كبيره في عالم الدواء. ما هو ده برضو اللي احنا كنا بنتكلم عليه. بصي ادويه بتاعه سد الشهيه فيها كذا نوع، يعني في برضو الحاجات اللي هي كيميكلز اللي هي بتشتغل على الجهاز العصبي، ودي اصلا باند، دي ممنوعه. يعني انا مش عارفه ازاي لسه في منتجات لحد دلوقتي وبتقول ان هي واخده الترخيص بتاع وزاره الصحه بتقدر ان هي تبيع. دي حاجه لازم يكون فيها وقفه. يعني ايه بتشتغل؟ يعني مثلا عقلي بيقول لي انت مش جعانه يا نهواند، انا لو جعانه هبقى جعانه. طبعا. لا ثانيه انت مش جعانه دلوقتي. هو ايه اللي مسؤول عن الشبع والجوع في الجسم؟ ما كلها هرمونات، والهرمونات دي كلها اشارات. يعني عقلنا بيقول لنا واحنا بنصدق. وعارفه الناس الاوفر ايتر اللي هم بياكلوا كتير قوي، بياكلوا كتير. انت لما بتيجي تاكلي مثلا معدتك عند وقت خلاص هي بتقفل، وانت بتبقي فاهمه ان معدتك قفل، بس انت الاكل عاجبك. صح. مخك هو اللي مسيطر عليكي. كملي إن مش هيحصل حاجه. ايوه تصدق المخ ده طلع بقى مشكله. المخ ذكي قوي. فهو ده اللي انا بتكلم فيه، دي مضره. في حاجات تانية بتسد النفس طبيعيه معتمده على الالياف. في ناس برضه بتسد النفس، دي بتبقى مفيده يعني. والله هو في اكتر من الحاجات اللي بتسد النفس. يعني دي كمان بقت معضله. ممكن نقرب من الناس اللي بتسد نفسنا فتره طبعا. وده يبقى طبيعي. والتدخين من العوامل برضه اللي بتسد النفس بشكل كبير. الاسترس ممكن يسد نفسك ويخليكي ما تاكليش وتخسي. وممكن يحولك ان انت شراهه. بالظبط. وده برضو بيعتمد على حسب استجابه الجسم نفسه هو عايز في الفتره دي يعمل ايه، لان هما المتحكم في الموضوع ده هرمونين. لو الكورتيزول هو اللي اترفع، يعني احنا عندنا تو ستريس هرمون في الجسم،
كورتيزول وادرينالين. لو الكورتيزول هو اللي زاد هتلاقي الانسولين عمال بيزيد فسكر الدم عمال بيقل فانا طول الوقت عندي شره سبيشالي ناحيه الحاجات السويت. هتلاقي جهاز الانبادي بيزغرط خلاص بقى هو هي خلاص تبقى قاعده شهر مثلا محروق دمها تيجي تقول انا هدومي مش داخله فيا اللي هو ازاي. الحاله الثانيه بتحصل مع ناس لهم على طول فراكين دول بيفركوا في نفسهم لما الادرينالين بيعلى بيأثر على الجهاز الهضمي فاحنا بنلاقي مشاكل بتلاقي سدت نفس مش فاكره ان انا اكل على طول مودي مش متظبط وعماله بخس كتير وانا مش فاهمه. طب الادرينالين ممكن برضو يعلى لاسباب تانيه ممكن السعاده او يعني طبعا انا بتكلم في القصه بتاعت الاستريس نفسها. لا طبعا ولو انبسطنا زياده ممكن ما سيروتونين اللي هو اللي بيعلى اكتر يا رب. وطول ما النفسيه مرتاحه طول ما الناس اللي عايزه تخس هتخس اللي عايزه تزيد هتزيد. برضو فرصه كويسه وحضرتك منورانا في الحلقه نتعرف معاكي على الاخطاء الشائعه عند الناس. برضو تعالي نتكلم عن الصنفين دول من البشر اللي عايز يزيد واللي عايز يخس. ايه المعلومات الخاطئه المتداوله في الاطار ده؟ اكتر حاجه في المعلومات المتداوله بالنسبه للناس اللي عايزه تخس اللي هو انا عايز دايت يخسسني 10 كيلو في الشهر او وانا ليه خسيت كيلو واحد بس في الاسبوع. الحاجات اللي هتعلي معايا الحرق مش حاجات طبيعيه حاجات ادويه اديني حاجه كده تزود معايا شويه. بالنسبه للناس اللي عايزه تزيد اكتر حاجه متداوله اللي هو انت عايز تدخن يلا بينا بقى كل اللي قدامك بالظبط. في بقى حاجات للناس اللي بتتمرن او الناس الرياضيه. أيوة. مشكله بقى كبيره قوي كميه السبلمنتس اللي هم بياخدوها هم مش فاهمين السبلمنتس دي بتعمل ايه او ان هم بياخدوا سبلمنتس والسبلمنتس دي مكملات بتبقى مهمه ليهم وتلاقي ناس عماله بتقول لهم لا ما تاخدش بروتين عشان البروتين بيجيب عقم ما تاخدش مش عارفه فيتامين عشان الفيتامين بيتخن. قصص كتير بنقعد نسمعها هو برده بتبقى معتمده على هو انا الحاجه دي انا محتاجها ولا لا ولو محتاجها باخدها بالكميه الكافيه ولا لا. طالما انا باخدها هي حاجه امنه وانا محتاجها باخدها بالكميه الكافيه وانا عارف الجرعه اللي انا محتاجها. يعني بروتين ده مثلا ما هو مكمل بيعوض البروتين اللي الجسم محتاجه اللي مش بياخده من الاكل. يعني انا مثلا لو المفروض ان انا اكل فرخه في اليوم مثلا وجيت خدت فرخه الا ربع اقدر اخد فرخه الا ربع دي ومعاها سكوب بروتين اللي هو كوبايه بروتين فهو هنا عوض لي ربع الفرخه. لكن ما ينفعش نستغنى عن الفرخه بالبروتين. لا ما ينفعش. اوكي اكمل. لكن ما ينفعش ان انا الغي كل البروتين اللي في حياتي واعتمد بس على السبلمنت. لو عندنا مشكله في الشهيه ما انا بتكلم على كده. ما احنا اتكلمنا في البوينتس اللي هم لما هيعملوها واحده واحده هيبتدوا ان هم الشهيه بتاعتهم تتفتح شويه شويه. هو المصطلح بتاع ان المعده تفتح ده مصطلح حقيقي؟ دي بتفتح طبعا. اوكي. اما الناس ليه بتزيد؟ امال ليه حد بيبقى اكلته مثلا اللي هو الطبق بتاعه قد كده وفجاه الطبق بتاعه يبقى قد كده؟ بسبب ان هي المعده عامله زي البالونه كده بالظبط كل ما هملاها هواء كل ما هتكبر في الحجم بتاعها بس ما ينفعش اصغرها في الحجم بتاعها طبيعي عشان كده الناس بتلجا للعمليات. يعني لو المعده وسعت ما ينفعش خلاص تصغر تاني لو قللت اكل ومشيت على دايت؟ لا ينفع اعمل زي محاكاه كده لكميه الاكل اللي بقت بتدخل. يعني املأ مثلا هي كبرت فاملأ بقى تلتها ميه واملأ بقى تلتها اتنفس واملأ تلتها الاكل اللي انا باكله فتعود ان انا كده كده. مش في ناس بتقول لك انا اكلتي صغرت؟ مش بسبب ان المعده صغرت بسبب ان هو عمل حاجات خلى بدل ما هو بقى بياكل قد كده لا رجع ياكل كده تاني بس هو حجم المعده زي ما هو بس هو اقلم نفسه ان اوريدي هو ده اللي داخل هو مش هياخد اكتر من كده. انا قاعده مع اتنين اسكندرانيه صح؟ انا فوتت اول كلمه قالتها اول فرجه انا اسكندراني انا اسكندراني في الاول خالص قالت برضه حاجه فتحت فيها الكلام بس ما رضيتش اقطعها اقول لها انت منين في اسكندريه بقى يا دكتوره؟ لا قولي احنا دايما على فكره اللكنه بتاعتنا يعني في لحظه بصي ده ود في لحظه ايوه. طيب بصي بقى خلينا نروح برضو عشان حد بيتابعنا وحد ممكن يكون عايز يخس بس وزنه زياده قوي برضو علشان عمليات يعني هي هنسميها عمليات التجميل ما هي تعتبر تجميل برضو في ناس بتلجا ليها وفي ناس عايزه تلجا ليها وخايفه وفي ناس بتلجا ليها ووزنها مش مفروض اصلا يعني مش يعني لو مسك نفسه شويه مش محتاج لعمليه. فايه الوزن اللي نقدر نقول من بدايته خلاص هيبقى صعب ان احنا نخس طبيعي مثلا ولازم او اوكي ان احنا نعمل عمليه سواء رجال او سيدات عشان اللي بيتابعنا يعرف؟ بص هي بتتقاس على حسب حاجه اسمها بادي ماس اندكس. البادي ماس اندكس ده اللي هو فرق الوزن على مربع الطول. انا بشوف وزني قد ايه وطولي بضربه في 2 وبقسم الرقمين على بعض فانا عندي رينج
تحت ال 18 انا تحت تحت الوزن الطبيعي. معلش تقولي لي تاني احسبها كده معاكي على الهواء، قولي لي ايه بقى الطول؟ ماشي الطول. أيوة. الوزن على مربع الطول. لا الطول في الايه؟ هي هتستك في مربع الطول دي. لا يعني هي فوتت لك الوزن بس استكت في التانية. يعني 170 انا. بعدين يعني انت انت ديفايدد، انت هتحطي الوزن بتاعي. الوزن الطول. الوزن الاول. طب ما تركزي. الوزن الاول على 32. لا الوزن ما تبصش والله على مربع الطول. ايه بقى مربع؟ شفتي انا قلت لك ايه؟ مضروب في 2 يعني طولي تايمز 2 بالظبط كده. بس يا كريم والله كنت متأكد. بعدين عندنا سكيل بقى. تمام بمعنى ايه؟ انا هقوله لك دلوقتي اهو عشان تعرفي النورمال. انتوا حاطين كاميرا في ظهري. الرقم عندها 1409. لا استحاله. بص احنا عندنا سكيل اللي احنا بنعرف منه واحنا في الوزن الطبيعي ولا اقل ولا زياده ولا عندنا سمنه. ماشي. تحت ال 18 ده قليل، من 18 ل 25 ده نورمال، من 25 ل 30 انا كده ببتدي في الزياده، من فوق ال 30 انا كده بدات في سمنه، من فوق ال 40 انا اقدر. يعني اول ما قالت بدات في سمنه بتجيب الكاميرا عليا. ماشي انت قمر والله، دي انت مش محتاجه اي حاجه. انا عايز اقول لك والله العظيم هي مهووسه بموضوع الدايت ده. احنا عايزين، وهي مش محتاجه احنا عايزين موضوع الهوس ده. يعني ما دي نقطه برضه، في ناس اصلا بتبقى شايفه شكل جسمها غير الاخصائي التغذيه بيشوفه او غير ان زملاتها بيشوفوه، هي بتبقى لا انا تخينه قوي. فتيجي مثلا تقولي انا عايزه اخس، يعني تدخل عندي واحده مثلا عندها 55 كيلو، 55 كيلو دي وهي طولها مثلا 160، فاللي هو هي بيرفكت يعني. اصل عندي حته في بطني، اصل عندي حته في رجلي، او لا طيب تمام. بس انت معاكي حق، هوس التجميل فعلا. يعني في جروب كده بيبقى بنات على الفيسبوك وكده بنبقى مع بعض، مره واحده حاطه صوره رقبتها بجد رقبه بني ادم عادية. وبتسال يا بنات افردها ازاي؟ فانا قمت بعتها بقول يعني ايه تفرديها؟ يعني والله في هوس، يعني الموضوع اصبح مش طبيعي بسبب السوشيال ميديا برضو. يعني فعلاً الناس يعني بقت بتركز قوي مع الناس اللي بره، او مع برضو السليبرتيز وبيشوفوا هما بيعملوا ايه. وعلى فكره السوشيال ميديا اثرت في الحته دي على الرجاله والستات. ايوه انا بشوف رجاله كتير برضو بتعمل موضوع التجميل ده، وبالذات بتلجا برضو الموضوع بتاع الجراحات اكتر بتاعت السمنه يعني اكتر من الستات. الفكرة بس انه الشخص يشوف نفسه زي ما هو ويسمع كلام. يعني انا دايما بشوف، عشان بشوف ناس كتير فببقى فاهمة انت ده كده كويس، لا انت محتاجة تخس شوية، لا انت محتاجة تخس كتير، فلازم يقتنعوا بكده. هما بيبقوا شايفين نفسهم بصورة وحشة قوي، واللي هو وارد ان ناس تانية بتبقى معقداهم. يعني كلمة اتقالت من حد معين اثرت فيهم. ده غلط بقى، مش مفروض اصلا ان احنا نخس او نتخن علشان حد. لا دي بالزبط. دي كده قلة ثقة في النفس. بالزبط. عشان انا شايفة نفسي ازاي، دي نقطة مهمة جدا. ماشي ساعدنا وتشرفنا واستفدنا بوجودك معانا النهارده، نورتينا ومسي جدا ليك. لا بجد فقره جميله جدا، وتنورينا مره تانية. بس نعمل بقى الله. حتى اراء او اقتراحات ناس واسئله ونجاوب على الهوا، يبقى حتى طبعا. مش احنا اللي بنسال، يبقى الجمهور اللي بيسال. اتفقنا؟ ده شرف ليا. مش فاصل سريع وهنرجع نكمل مع حضراتكم.